أخبار اليوم. طيبين جميعا، أنا سعيدة جدا بوجودنا مع بعض النهاردة علشان نفطر مع بعض. إن شاء الله دايما متجمعين في كل المناسبات الحلوة. المتطوعين الشباب الجميل في مبادرة بينا، أنا برحب بيكم وبشكركم. ما جاتش فرص إن أنا ألتقي بيكم، لكن أنا عاوز أقول لكم إن أنتوا الشغل اللي بتعملوه شغل مهم جدا جدا جدا، وكلنا حاسينه، والأهم مننا إنه يكون الأولاد والبنات والمؤسسات حاسينه، وشوية شوية المجتمع كله هيحسه، لأن إحنا محتاجين إن إحنا لكل جهد ولكل متطوع يمد إيده.